السلام عليكم، انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونه. احنا رجعنا اهو من فتره الاجازه والاعياد اللي كنا فيها ورجعنا للشغل بتاعنا، وانت عندك برزنتيشن او عندك عرض المفروض يخلص الاسبوع الجاي وحاسس ان انت مش قادر تشتغل، حاسس ان انت كتر الاجازه اللي انت اخدتها الفتره اللي فاتت مخليك عايز تاخد اجازه اكتر، في نفس الوقت حاسس ان اسبوع ده وقت غير كافي انك تجهز فيه هذا العرض اللي مطلوب منك في الشغل، وبالتالي مش عارف انك تعمل ايه، مش عارف انك تبتدي تتحرك، ومش قادر اصلا تفكر في العرض اللي قدامك ده. طول وقت الاسبوع ده ممكن تلاقي نفسك عمال تأجل كل شويه العرض بتاعك، كل شويه الموضوع بيجي في دماغك وبيعمل لك ضغط نفسي، ولكن انت مش قادر انك تعمل اي حاجه. وبيجي عليك بقى اخر يومين قبل العرض تلاقي نفسك مليان بشحنه كبيره جدا من الطاقه، تلاقي نفسك انك قادر انك تقعد لفتره طويله وتخلص البرزنتيشن او العرض بتاعك، وتلاقي نفسك عملت الشغل اللي انت عملت تأجله ده وحطه في دماغك وعمل لك ضغط نفسي، تلاقيك خلصته في اقل من يوم. والكلام ده يثبت لنا ان ممكن بوقت قليل يكون عندي انتاجية كبيرة. لما حسيت ان انا اتزنقت في الوقت ابتديت ان انا يكون عندي انتاجية عالية وان اجري مع الوقت. الكلام ده بالظبط قاله واحد اسمه تام دينينج، وتام ده هو عبارة عن بلوجر مشهور في العالم كله بيكتب مقالات لسي ان بي سي. لما قال كده ان الشغف مش الحاجة الوحيدة اللي بتحركنا، بل بالعكس الخوف من ان الوقت يعدي بينا دي حاجة بتكون ليها طاقة اكبر من الشغف. فالفكرة الاولى اللي معانا النهاردة في الفيديو ده عشان تكون انت بتشتغل بذكاء وعشان تكون بتشتغل شغل كبير في وقت قليل، هو ان تحط لنفسك ديدلاينز كتير او تحط لنفسك مواعيد نهائية. انا المفروض هخلص العرض بتاعي ده بكره بالكتير. كل ما يكون عندي مواعيد نهائيه كل ما ده بيزود الضغط اللي يخليني احس ان انا بفقد الوقت بتاعي، والضغط ده بيخلي البرفورمانس او بيخلي الاداء بتاعي زي ما انتم شايفين في الصوره كده اداء عالي قوي. يبقى اول نصيحه معانا النهارده، لو انت عايز تكون بتشتغل بذكاء حط لنفسك ديدلاينز كتير، حط لنفسك ديدلاينز في اي حاجه، مواعيد نهائيه في كل تفصيله صغيره في الشغل بتاعك هتخليك خايف انك تضيع الوقت بتاعك، وبالتالي هتلاقي نفسك بتشتغل أكتر. تعالوا مع بعض في الحلقة دي نعرف أربع حاجات كمان تساعدك بشكل كبير جدا إنك تشتغل شغل كبير في وقت قليل. بيكم مرة تانية في بداية الحلقة دي وفي بداية كل حلقة أحب أفكركم أنكم تكونوا عاملين اشتراك هنا في البرنامج ومفعلين خاصية الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات أول بأول. وطبعا لو محتوى الحلقة دي عجبك أو محتوى أي حلقة عجبك ما تنساش أنك تعمل لها إعجاب، واكتب لنا في التعليقات اللي تحت إيه أكتر حاجة سمعتها وعلقت معاك. تاني حاجة معانا النهاردة تساعدك أنك تعمل شغل كبير في وقت قليل، نظرية كده اسمها البومودورو تكنيك أو البومودورو إفكت. إيه فكرة البومودورو دي؟ العقل بتاعنا مش بيقدر ان هو يركز لاكتر من 90 دقيقة متواصلة، وبتكون قمة التركيز بتاعنا في اول نص ساعة في 90 دقيقة دي. يعني العقل بتاعنا ممكن يستوعب فيلم لمدة 90 دقيقة، بس لو الفيلم ده مكمل معاك كده مثلا ساعتين ثلاثة ومفيش فواصل في النص هتلاقي نفسك مش قادر انك تركز في الفيلم ده اكتر. نفس الكلام برضو لو انت بتذاكر او لو انت مثلا بتحاول انك تقرا كتاب، مش هينفع تقرا كتاب لمدة ساعات كده متواصلة ورا بعض، لازم هتفصل شوية في النص. بس احسن وقت تخلي العقل بتاعك يركز فيه هو اول 20 او 30 دقيقة، وعشان كده ابتكروا حاجة اسمها البومودورو إفكت. ودي نظرية بتقولك كده منتهى البساطة انك عشان تكون مركز بشكل كبير جدا في اي حاجة بتعملها، وبالتالي ده ينعكس على ان انت تكون بتعمل شغل كتير في وقت قليل، لازم تكون بتقعد تشتغل او بتقعد تذاكر لفترة 25 دقيقة وخمس دقايق بعدها بتاخد راحة. يبقى كل نص ساعة هي عبارة عن 25 دقيقة من التركيز العالي جدا اللي هيكون فيه العقل بتاعك بينجزك بشكل كبير، وخمس دقايق بعدها راحة، ده يساعدك انك يكون دايما عندك تركيز عالي وبالتالي تنجز كل الحاجات اللي وراك. النظرية دي بتحاكي شكل التفكير بتاعنا اللي بيكون في وقت معين عالي جدا وفي وقت تاني تقريبا مفيش تفكير او مفيش تركيز، وبالتالي لما انت تمشي مع الريتم بتاع عقلك ساعتها تاخد من عقلك احلى نتائج. وفي كمية ابلكيشنز او في كمية تطبيقات كتيرة جدا تساعدك انك تستخدم التقنية دي بالذات. يعني اكتب كده في التطبيقات بتاعتك او في البحث عن التطبيقات عن كلمة بومودورو، هتلاقي تطبيقات كتيرة بتساعدك انك تنظم الوقت بتاعك ده عشان تكون انت بتحاكي الريتم بتاع عقلك في الاخر. يبقى احنا لغاية دلوقتي قلنا الديدلاينز وقلنا فكرة البومودورو. تالت فكرة معانا النهاردة هي فكرة الاخطبوط، انك تبتعد انك تكون اخطبوط بتعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت. تخيل دلوقتي معايا ان انت اخطبوط وعندك 8 رجلين وبتحاول انك تسوق عجلة برجلين بس من الـ8 اللي عندك، هتلاقي نفسك انك اتلخبطت، هتلاقي نفسك انك مش قادر توازن هذه القوة. وهم كبير جدا في حياتنا سموه في الشغل المالتي تاسكينج، او ان انت تعمل اكتر من مهمة في نفس الوقت، وده وهم لانك مش هتقدر انك تركز في كل الحاجات اللي انت بتعملها في نفس الوقت ده. يمكن الوهم ده ابتكرته الشركات او يمكن ابتكروه الناس علشان يخلوك تعمل شغل كتير في الوقت بتاعك بتاع الوظيفة بتاعتك،
لكن الحقيقة إن فكرة المالتي تاسكينج أو فكرة تعدد المهمات هي حاجة بتخليك تعمل حاجة، ممكن تعمل حاجات كتيرة ولكن تعمل الكواليتي بتاعتها أو الجودة بتاعتها قليلة، وبالتالي التاسك الواحد اللي كان ممكن ياخد منك ساعة لو أنت جمعته مع تاسك تاني ممكن ياخد ساعة برضو، ممكن تخلص التاسكين دول في أكتر من ساعتين لأنك مش مركز في ولا واحد فيهم. وزي ما اتكلمنا عن تعدد المهمات في النقطة دي، برضو ممكن نزود عليها فكرة الديستراكشنز أو المشتتات. لما انا اكون بشتغل وعايز اكون بعمل اقصى انتاجيه، لو انا دلوقتي بذاكر وعايز ادخل في دماغي اكبر قدر من المعلومات، المفروض ابعد عن كل المشتتات، المفروض كل يكون موجود قدامي الحاجه اللي انا بشتغل فيها او الحاجه اللي انا بذاكرها. كل ما انا هقدر اعمل كده كل ما انا هقدر استغل الوقت بتاعي استغلال كبير جدا، لكن لو فضلت اشتت نفسي بحاجات تانية بعملها في نفس الوقت فده معناها ان هاخد وقت كبير جدا مش بعمل اي حاجه، وكل الكلام ده في الاخر هيأثر على الانتاجيه بتاعتك. رابع فكره معانا النهارده انك ترجع تستخدم حاجه اسمها الكوفيز ماتريكس، كنا اخدناها قبل كده زمان في كتاب اسمه First Things First او الاشياء المهمه اولا. بمعنى تاني كده امسك ورقه وقلم وقسمها لاربع خانات واكتب في خانه ايه هي الحاجات المهمه والعاجله اللي المفروض ابتدي بيها دلوقتي، في الخانه التانيه ايه هي الحاجات المهمه اللي هخلصها بعد كده وبعدين هيكون كل تركيزي على الخانه دي، بعد كده تكتب ايه هي الحاجات العاجله والغير مهمه، وبعد كده في الاخر خالص تكتب ايه هي الحاجات الغير عاجله والغير مهمه. ولو عايز تعرف اكتر عن الموضوع ده ارجع وشوف الفيديو اللي كان اسمه الطريقه السحريه لتنظيم الوقت، الفيديو ده كنت شارح فيه النقطه دي بشكل اكبر. وفكرة ان انت يكون عندك البلان او الخطة الصغيرة دي في دماغك تخليك انت سابق مهماتك زي ما قلنا، وتخليك عارف بالظبط انت بتعمل ايه، لان جزء كبير جدا من ضياع الانتاجية بتاعتنا بتروح في فكرة ان انا مش عارف ابتدي ازاي، انا بروح دلوقتي الشغل بتاعي وبقعد على المكتب ومش عارف اعمل ايه، وممكن اضيع ساعات كتيرة جدا، بفتح ايميلات كتيرة وبتكلم مع ناس، وكل الحاجات دي هي حاجات ولا هي عاجلة ولا هي حاجات مهمة بس بتاخد الوقت بتاعي وبتقلل الانتاجية. خامس فكرة معانا النهاردة هي فكرة عميقة شوية وممكن بعد كده نعمل عنها فيديو كبير، فكرة اسمها الاوتوميت، او ان انت تخلي كده حياتك ماشية كأنها روبوت، كأن كل حاجة بتحصل بتسلم حاجة تانية، كأنك كده من الاخر بتعمل سيستم، بتعمل نظام، النظام ده كل خطوة فيه بتسلم خطوة تانية وانت قاعد بس بتظبط هذا النظام. من حوالي 5 سنين كنت اكتشفت وانا شغال في شركة ان في وقت كتير قوي بيضيع في جمع البيانات من الناس اللي موجودين معايا في الفريق، يعني كل واحد عمال ما يقول الفيدباك بتاعه او عقبال كده ما يقول ايه الحاجات اللي بيواجهها في الشغل او التقرير بتاع الشغل بتاعه، عقبال ما نجمع كل المعلومات دي ممكن نضيع ساعتين ثلاثة. فهم ابتكرنا كده زي فكرة سهلة ان احنا نعمل لينا كده زي موقع مشترك على جوجل، جوجل دوكس كده، والموقع ده المشترك ما بيننا كل واحد بيدخل ويحط فيه البيانات بتاعته او بيحط فيه التقرير بتاعه، بحيث اني ممكن بس افتح السايت ده واضيف انا البيانات بتاعتي واتفرج برضو على البيانات بتاعت الزملاء بتاعتي. دي فكرة من افكار الاوتوميشن، ان بتخلي الحاجات تمشي بطريقة منظمة. لو انا مدير هذا الفريق مش هتعب اني اجمع البيانات، ولو انا عايز اي معلومة في اي وقت مش هتعب اني ادور عليها ومش هقعد كل شوية اكلم الناس، هي المعلومات بقت موجودة قدامي بشكل في سيستم شغال على طول. واحد بقى من احلى الابليكيشنز اللي انا جربتهم في حياتي، من احلى تطبيقات الموبايل اللي ممكن تساعدك انك تعمل الاوتوميشن ده، ابليكيشن اسمه IFTTT. الابليكيشن ده معناه ايه؟ if يعني لو، this يعني لو ده، then يعني بعد كده، that لو ده حصل اعمل كذا. الابليكيشن ده بيساعدني في الشغل بتاعي بشكل كبير جدا. يعني مثلا انا عندي لونج ريدز اللي هو ابليكيشن كده او موقع بيخليك يعني تشوف بوستات كتير عن كتب وايه الكتب الجديده اللي نزلت وناس بتتكلم عنها ازاي، حاجه يعني زي جود ريدز كده، وعندي النوشن او عندي البرنامج اللي انا بحط فيه الافكار بتاعتي والسكريبتات بتاعت البرنامج. فانا في الاول مثلا كنت بقعد ادخل على لونج ريدز وادخل على جود ريدز وادخل على كل المواقع بتاعت الكتب دي علشان اطلع ايه الكتب اللي هنتكلم عليها. دلوقتي بالابلكيشن ده بقيت مثلا لما ينزل بوست جديد على لونج ريدز البوست ده يتحول لوحده على النوشن بتاعي، فانا بقيت رابط خدمتين ببعض، وفي الاخر كل اللي انا بعمله ان انا بفتح النوشن والاقي كل البوستات بقى اللي جايه من لونج ريدز او اللي جايه من جود ريدز او اللي جايه من اي مكان تاني انا بجيب من عليه الكتب. اهي دي في حد ذاتها فكره للاوتوميشن، خليت الوقت اللي بيضيع في ان انا ادور على المحتوى بيجي لي لوحده. انت ممكن تبقى تنزل الابلكيشن ده، هو ابلكيشن مجاني، ممكن تبقى تنزله وتشوف ايه الحاجات اللي انت ممكن تربطها ببعض، ممكن حتى على فكره تتابع ناس معينه على السوشيال ميديا وتقول لك كده ان لما حد فلاني ينزل مثلا بوست معين البوست ده يجي لك انت في النوتيفيكيشنز، او في الوقت الفلاني انت تبعت لحد بوست او تبعت لحد ميل. ممكن تخلي الابلكيشن ده في وقت فلاني يكلم حد او يبعت له رساله ويرد كمان على الرساله دي. احنا عايشين في عالم فيه سرعه كتيره وفيه اوتوميشن
في حاجات كتير في حياتنا، فلو احنا استغلينا الاوتوميشن ده عشان برضو ان احنا نسهل حياتنا، هتلاقي ان الموضوع اختلف معاك بشكل كبير جدا. طبعا في الاخر كل الكلام ده ما يغنيش عن فكره الرياضه بشكل مستمر، ما يغنيش عن فكره الاكل الصحي والنوم الصحي، لان دي حاجات بتساعدك ان يكون عندك طاقه، والطاقه دي هي اللي في الاخر بتطلعها في الشغل بتاعك. وكل ما تكون انت عندك طاقه كبيره، كل ما الطاقه الكبيره دي تساعدك انك تنجز الشغل في وقت اقل، او تنجز اي حاجه انت بتعملها بمجهود قليل خالص. ده بالنسبه لحياتنا النهارده. لكن لو انت بقى عايز تطور من نفسك اكتر، ممكن تدخل على موقع الزتونه اللي موجود تحت في ديسكريبشن، وتتعلم حاجات كتيره جدا زي مدرسه الكاريزما والثقه بالنفس، ازاي انك تكتسب ثقه بالنفس وفي الاخر تطور الثقه بالنفس دي لكاريزما وتخلي الناس كلها تتجمع حواليك. ممكن تتعلم عن لغه الجسد، ممكن تتعلم عن التخطيط وتخلي التخطيط ده حاجه اساسيه في حياتك، وده هيساعدك برضو انك تنجز كل الحاجات اللي عندك في وقت قليل. كل الكلام ده موجود في الرابط اللي موجود تحت في ديسكريبشن. اختار الكورس الاونلاين المناسب ليك، وكل الكورسات دلوقتي عليها خصم خاص لفتره محدوده. وبكده للاسف نكون خلصنا حياتنا النهارده. ما تنساش اللايك، وما تنساش تكتب في الكومنتات اللي تحت ايه اكتر حاجه سمعتها في الحلقه دي وعلقت معاك وقررت انك تعملها. والسلام عليكم، واشوفكم بقى على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. كان معكم مايكل راشد، برنامج الزتونة. شكرا.